عبدا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إن نبيك وحبيبك وعبدك ونبيك ومصطفاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من مواطن استجابة الدعاء عند نزول المطر، وها هو المطر ينزل يا رب المطر ويا رب الشجر والحجر. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا جواد يا كريم، يا أكرم من سئل ويا أعظم من أعطى، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده كل شيء ويا من بيده كل شيء ويا من اعتمد عليه كل شيء، نسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام في تلك الساعة يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا ربنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم فرج كرب المكروهين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع في تلك الساعة صاحب هم إلا فرجت همه، ولا صاحب غم إلا أذلت غمه، ولا صاحب كرب إلا نفست كربه، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها وسترت عرضها ويسرت حالها يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وآجالنا. اللهم إنا نسأل نفوسا راضية، ونسألك يا ربي صدورا من الهموم خالية، ونسألك اللهم العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر الصيام، ونكون في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من كل عذر يحول بيننا وبين الصيام، نعوذ بك من كل عذر يحول بيننا وبين القيام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أن تسترنا سترا يليق بجلالك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، ارحمهم يا رحمن، ارحمهم يا غفار، اغفر لهم يا غفار، حول أحوالهم إلى أفضل الأحوال يا رب العالمين. واغفر لنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه وحدنا تحت التراب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا سائر الأعمال، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، واهدهم بهدايتك يا رب، وخذ بأيديهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقضي لكل واحد منا حاجته، وأنت أعلم بها منا رب العالمين. اللهم اجمع شمل أمة النبي محمد، وحد صفها، حببنا في بعضنا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، جوها بحرها، جميع سكانها رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربتهم، اللهم فرج عن بلاد الشام. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي العراق وفي بورما يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب لنا حجة بيتك في هذا العام، ويسر لنا يا ذا الجلال والإكرام، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا صلي وسلم وبارك وزد على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.